صالح حسن الدحراني عميد في الجيش اليمني وقد وصل للتو قادما من عدن حيث تحتدم المعارك بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح. يحدد العميد القادم من ساحة المعركة جميع الأسلحة التي استخدمها الحوثي وصالح في غزو وتدمير عدن خلال الأيام الأخيرة. جميع الأهداف التي هي تشكل عندنا الخدمات أو البنية التحتية في المحافظات الجنوبية يضربوها بكافة أنواع الأسلحة بما فيها الكهرباء والمياه وغيرها من هذا الجانب، فهم يستخدمون جميع أنواع المدفعية الميدانية الكبيرة، ويستخدمون الكاتيوشا أبو 40 ماسورة أبو 16 ماسورة، ويستخدمون المدفعية المركبة على الأطقم يعني بالأبو 6 مواسير وأبو 4 مواسير، ويستخدمون أحدث أنواع الدبابات. هذا العميد الستيني الذي لعب أدوارا في تنظيم واتصالات المقاومة في عدن يدعو لتكثيف ضربات التحالف العربي بقيادة السعودية لقطع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع صالح. احنا ندعو يعني الطيران والبحرية وكل ما أوتوا قوة من دول التحالف شاكرين لهم بقصف هذه الإمدادات والأرتال، هم يأتوا ضدنا يعني تحت ذريعة أننا دواعش أو تنظيم قاعدة، فهل يعقل أن هؤلاء الناس اللي بتصورهم اليوم أو قد صورتهم يوم أمس موجودين هنا داخل جيبوتي أطفال ونساء من أبناء عدن ومن أبناء المحافظات الجنوبية، هل هم دواعش؟ رمزي شاب من عدن تطوع للقتال في المقاومة الشعبية دفاعا عن مدينته وقد أصيب وجاء إلى جيبوتي للعلاج. جيت جيبوتي عشان يعني فيها شوية يعني عشان تلقي العلاج، فطبعا هنا لما جيت جيبوتي ما فيش أي علاجات ولا في ما فيش أي خدمات من أصحابنا في السفارة ولا في يعني القائمين على الجرحى. يتطلع رمزي للعودة قريبا إلى عدن ويبقى الهاجس بالنسبة له فرق الموت التي شكلها صالح والحوثي من مدسين ومرتزقة لتصفية شباب المقاومة، خاصة من يستلم منهم شحنات الأسلحة والذخيرة التي ترميها طائرات التحالف العربي. خليل ولد جدود، العربية، جيبوتي.